لإحضار اللاعب الأجنبي. نعم. لأنك أنت الآن ما يمكن يكون براند ولا يكون من أقوى 10 دوريات إلا تجيب لعيبة على مستوى صحيح. مستوى عالي. زي الآن شوف الحين أنيستا مثلا راح الصين، إحنا بنصير أحسن من الصين طالما أنت من أقوى 10 دوريات. أنا أجيب لاعبين فعلا ريبري جاء الاتحاد. نعم فواز الشريف قال ريبري حيجي الاتحاد. اي بس لا لاعب واحد تتكلم عن لاعب واحد تتكلم عن الان دوري كامل، يعني دوري كامل هذا لابد يكون عدد كبير من اللاعبين الاجانب صراحه. بس يعني شوف هذا تصريح تصريح معناته حينفذ معناته حينفذ، يعني تصريح هو شوف كل تصريحاته اللي قالها على في الثلاث الاربع شهور الاخيره دي كلها شفناها على ارض الواقع. صح والله كانت كلها احلام، وكنت بتكلم وتقول تحولت الاحلام الى حقيقه. نعم. الان بالنسبه للدوري هذا انه يكون بين اقوى 10 دوريات، انا اقول لك خلاص وفي اسرع وقت. وليش الان شوف هو الان هدفه الان اول شيء القضاء على الديون، ولهذا انا اشوف انا شويه فيما يتعلق بالجانب الفني شويه ابغى العمليه يعني ما يدخلوا في التفاصيل كثير سواء هيئه الرياضه او اتحاد الكره. انا وجهه نظري انت ادعم اقضي على المشاكل الاداريه والماليه واترك الجانب الفني بتفاصيله لادارات الانديه. اذا انت دخلت في الجانب حتى الفني معناته رئيس النادي ايش بيسوي؟ فبالعكس كثر خير هيئه الرياضه انه الان اهم شيء تقضي على الديون وبعدين. لم نحن ما نستفيد من التجارب الاخرين وليس عيبا؟